قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. فيما لو تساءلنا نفس السؤال الذي يتساءل به مراقبون، من كلفك وطلب منك وفوضك وأوكل إليك؟ لكان الجواب واضحا، لا أحد، لا أحد من الشعب السوري طبعا. معاذ الخطيب، الخطيب في محافل المؤامرة على سوريا، خطب اليوم، وأما هي من خطبة أثارت سخرية السوريين، لا بل والعرب والعالم، لشدة ما تبينه من ضعف وقلة خبرة سياسية دبلوماسية. فقد أعطى الخطيب صلاحيات لمن يريد وسحب ممن يريد. وفيما لو أخذنا عينة من نص مبادرتك يا معاذ، ولتكن هذه: يعطى الشخص المكلف كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سوريا، ويستبعد من المسؤوليات كل من تشمله لائحة العقوبات الدولية. تريد أن تستبعد إذن من المسؤوليات كل من تشمله لائحة العقوبات الدولية؟ وأي ثقة تعطي للمجتمع الدولي أنت؟ وهل بدر من هذا المجتمع في يوم من الأيام أي قرار صائب فيما يخص عقوبة موجهة لأي شخصية سورية اعتبارية أو عسكرية؟ أما فيما يخص كامل الصلاحيات التنفيذية للشخص المكلف، فكامل الصلاحيات يا معاذ هي بيد الشعب السوري، وهو يعطيها لمن يريد، يعطي كامل الصلاحيات لمن يريد. فالسلطة السورية بيد الشعب وللشعب ومن الشعب، ومرفوضة مبادرتك من قبل الشعب. هذه العينة من مبادرتك، ومثلها الكثير من طروحات يرفضها الشعب السوري، تأتي في وقت يجتمع فيه المتآمرون على سوريا من كل صوب وناحية، محاولين نهشها والتمثيل بها، في نفس الوقت الذي يقف فيه الشعب السوري خلف الجيش العربي السوري، ومعهم الطليعة العربية في بلدان عربية مختلفة بوجه هذه المؤامرة. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون،